التاريخ مليان بحكايات عن علماء عرب تم التخلص منهم لمنع استفادة بلادهم من علمهم. دكتورة سميرة موسى والدكتور مصطفى مشرفة والدكتور سعيد السيد بدير وغيرهم أعلام في تاريخ العلم والنبوغ، كل ذنبهم كان إنهم عاوزين يفيدوا بلادهم بعلمهم، لكن الغرب رفضوا ده ووقفوا قدام هدفهم بالتخلص منهم. زي العالم حسن الصباح، اتولد حسن كامل الصباح يوم 16 أغسطس سنة 1894 ببلدة النبطية جنوب لبنان. أبوه الحاج علي الصباح وخاله علامة العرب الشيخ أحمد رضا اللي كان مهتم بالبحث والتعرف عن الحقائق الطبيعية والاجتماعية والروحية. وكبر حسن في بيت علم وفكر، وبدأت مداركه العلمية تكبر، وزرع والده الحاج علي فيه المثل العليا وعادات العرب الأصيلة من خلال أحاديثه معاه عن سكان البادية الشامية. ده اللي رسخ جواه قوميته وهويته العربية. ودخل حسن المدرسة الابتدائية وهو عمره 7 سنين، وبدأت علامات الذكاء والنبوغ تظهر عليه لدرجة ان مدرسينه اعجبوا جدا بيه وبذكائه وسرعته في الفهم. بعدها دخل المدرسة السلطانية ببيروت سنة 1908 وتفوق في دراسة الرياضيات والطبيعة. لكن وقبل ما تنتهي السنة الأولى في المدرسة، حس حسن ان المناهج والكتب الدراسية المقررة عليه ما تتناسبش مع طموحاته العلمية، وانها مش كافية بالنسبة لحبه في التعليم. فبدأ في دراسة اللغة الفرنسية علشان يقدر يقرأ كتب علمية ويعرف علوم ما كانتش موجودة في الكتب العربية وقتها. وبعد ما أنهى دراسته في المدرسة اتنقل للجامعة الأمريكية في بيروت سنة 1914 وأتقن اللغة الإنجليزية في مدة قصيرة، ودرس الهندسة وكان مهتم بوجه خاص بالهندسة الكهربائية. كان حسن متفوق جدا في دراسته، ده اللي خلى واحد من أساتذته الأمريكان في الجامعة يتبرع بدفع أقساط مصاريف الجامعة ليه تقديرا لتفوقه، لما عرف أحوال أسرته المادية بأنها ما تسمحش باستكمال دراسته في الجامعة. لكن وبعد سنتين من دراسته في الجامعة تم استدعائه لتأدية الخدمة العسكرية والتحق بسرية التلغراف اللاسلكي. وبعد ما انتهت الحرب اتعين مدرس للرياضيات في المدرسة السلطانية في دمشق. كان طول الفترة دي بيتابع دراسة الهندسة الكهربائية والميكانيكا، وكان مهتم بقراءة نظريات العلماء في مجال الذرة والنسبية. وكان حسن من القليلين اللي استوعبوا وفهموا نظرية النسبية لأينشتاين، وكتب عنها مقالات شرحها فيها. وبعد كام سنة رجع للجامعة الأمريكية في بيروت وتعين فيها أستاذ للرياضيات، لكن ما استمرش في عمله فيها كتير، فسافر لأمريكا والتحق بكلية العلوم في جامعة بوسطن ودرس فيها الهندسة الكهربائية لمدة سنة واحدة. بعدها التحق بجامعة إلينوي. الحقيقة إنه خلال دراسته بجامعة بوسطن وجامعة إلينوي أذهل الجميع فيهم بسرعة فهمه واستيعابه. المهم بدأ بقى يفكر في بداية حياته العملية، فاشتغل في شركة جنرال إلكتريك، ودي كانت واحدة من أعظم شركات الكهرباء في العالم في الوقت ده. وممرش وقت طويل من عمله في الشركة إلا وظهرت عبقريته وتفوقه على كتير من المهندسين والعاملين في الشركة. كانوا بالنسبة له طلبة بيتعلموا منه، وكان بينتقد أرائهم ونظرياتهم، والوحيد اللي اتجرأ على مناقشة أراء أينشتاين وانتقادها. كان بيتكلم عن النسبية وكأنه أينشتاين نفسه. وقام حسن بوضع نظريات جديدة لهندسة الكهرباء، وشهد له العلماء بالعبقرية، منهم العالم الفرنسي الشهير موريس لوبلان. وبعت الرئيس الأمريكي وقتها بجواب لحسن بيأكد له فيه إعجابه بذكائه وعبقريته واختراعاته اللي بدأ فيها بعد سنة واحدة من عمله في الشركة الأمريكية. كمان بعتت له أكبر شركات الكهرباء شهادات بتعترف فيها بصحة اختراعاته، منها شركة ويستنج هاوس في شيكاغو وثلاث شركات ألمانية تانية. كان دايما حسن خلال عمله في الشركة بيفتخر بعروبته وإنه لبناني، ووصلت عدد اختراعاته لأكتر من 70 اختراع.
كان أحيانا بيقوم في أسبوع واحد بأربع اختراعات، ورغم كده كانت الشركة بتدي له مكافآت قليلة جدا لكل اختراع، بالإضافة طبعا لمرتبه. ولما كان حسن يطالبهم بمقابل مادي أكبر نظير اختراعاته، كانوا يقولوا له لو ما كناش قدمنا لك الأجهزة والمكان والموظفين مجانا ما كنتش هتقدر تخترع أي حاجة. وكأن عقليته النادرة وذكائه ما كانوش هم أساس اختراعاته، لكن وبرغم كده قرر حسن أنه يستمر في عمله لحد ما ينتهي من الاختراع اللي لو تم كان هيقلب الدنيا، وهو تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية مستمرة عن طريق بطارية ثانوية بيتولد فيها طاقة كهربائية بمجرد تعرضها لضوء الشمس، واللي ممكن توصل ل200 مليون واط. حسن كان ناوي بالاختراع ده يفيد العرب بيه، وعرض الاختراع على الملك فيصل الأول ملك العراق علشان يتولى إتمام الاختراع، لكن توفى الملك قبل ما ينفذه، فعرضه حسن على الملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية لاستخدامه في إنارة صحراء الربع الخالي، بس المرة دي حسن اللي توفى يوم 31 مارس سنة 1935. اللي اتقال واتكتب عن وفاته وقتها إنها كانت حادثة، فهو راجع لبيته وقعت عربيته في منخفض عميق وتم نقله للمستشفى، وحاول الأطباء إسعافه لكن كان توفى، وما يدروش يحددوا سبب الوفاة لأنه ما كانش فيه أي إصابة ممكن تتسبب في وفاته، فقالوا إنها ممكن تكون إصابة في المخ أو في القلب، ده اللي اتقال. لكن في بعض المصادر اللي وضحت سبب وفاته، واللي اتكتب ان حسن كان بيعاني من حسد زملائه في الشركة سواء كانوا امريكان او صهاينة، واللي كانوا بيغيروا من ذكائه وعبقريته، واشتكى الوالده في خطاباته ليه اكتر من مرة من سوء معاملتهم ليه. وبعد ما فكر في اختراعه الاخير وهو تحويل الطاقة الشمسية للطاقة كهربائية، قال في جوابه الاخير لوالده إنه بيمر حاليا بمرحلة صعبة وخطيرة، وبيدعي ربنا إنه يعدي منها، وطلب منه إنه يدعيله وإن دعاء أسرته ليه يمكن يخلصوه من أعداء بيدبروا له حاجات علشان يزحزحوه من طريقهم. جوابات حسن فسرت أول الخيط اللي هيوصلنا للغز وفاته، أولا سوء معاملة زملائه في الشركة ليه، ثانيا بقى وده المهم إن الشركة اللي كان بيشتغل فيها حسن جنرال إلكتريك عرفت باختراعه الأخير اللي كان هيقلب الدنيا زي ما قلنا، وعرفوا إنه عرضه على العرب، فلو سابوه يخرج من أمريكا فالعرب هيمدوه بالتمويل اللازم لإتمام اختراعه المذهل، يعني يفيد العرب بالاختراع المذهل ده وهم لأ. طبعا ما ينفعش، وخصوصا بعد ما شافوا تصميم حسن على عرض اختراعه على الدول العربية، يعني ما كانش فيه اي امل انه يفضل معاهم وهم اللي ينفذوا الاختراع، والاستفادة كلها تبقى ليهم وملكهم، وهم بقى بعد كده يبيعوا بالاف الدولارات للعرب وغيرهم. وهنا وقرروا نهايته، وقالت المصادر ان اللي قام بالعملية تقريبا 3 صهاينة كانوا مهندسين في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها حسن، قاموا بوضع صاعق كهربائي في عربية حسن ما بيشتغلش إلا بعد مسافة سير معينة، وهو اللي تسبب في وفاته. ولزي ما قلنا بعد نقله للمستشفى ووفاته ما كانش فيه أي إصابات ظهر عليه، والطبيب الشرعي عينه بعد 5 ساعات من وفاته، وصرح إن السبب في وفاته اللي قلناه قبل كده. يعني من الآخر عرفنا السبب الحقيقي لوفاة واحد من أهم وأبرع المخترعين في العالم، المخترع اللبناني حسن الصباح. كان كل ذنبه عبقريته اللي كان عاوز يخدم بيها وطنه وعروبته اللي منسهمش لحظة، زيه زي كتير من علمائنا والعباقرة العرب اللي تم التخلص منهم لمنع استفادة بلادهم من علمهم، واستحقوا لقب شهداء بدون سلاح. مصادر الحكاية هتلاقوها في صندوق الوصف تحت الفيديو. هي دي كانت حكايتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش تنوروني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس
علشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكوا على خير في حكاية جديدة. تحياتي.